موقع في الجول قال نستعرض موقع في الجول السيناريوهات بتاع تأهل النادي الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الرابعة، علما بأن نتائج المواجهات المباشرة هي اللي بتحسم الترتيب النهائي. محتاج النادي الأهلي أنه هو يفوز في الماتشين اللي جايين قصاد فيتا كلاب بره أرضه وبعد كده شبيبة الثورة الجزائري جوه مصر عشان يضمن التأهل كمتصدر، والفوز في مباراة والتعادل في مباراة تانية هيتأهل برضه بيها النادي الأهلي كمتصدر، لأن وقتها هيوصل النادي الأهلي ل 11 نقطة، لكن هيبقى محتاج إن سيمبا ما يفوز في مباراتين من المباراتين اللي فاضلين له، كمان خسارة النادي الأهلي لمباراة فيتا كلاب والفوز بمواجهة شبيبة الثورة هيرفع رصيد النادي الأهلي ل 10 نقط، وده الرصيد نفسه اللي ممكن يوصل ليه فيتا كلاب بإسقاط سيمبا، وممكن يتأهل النادي الأحمر كوصيف في حالة الخسارة بأكثر من هدفين على إيد الفريق الكونغولي. في حالة فوز سيمبا بمباراتين اللي فاضلين له هيرفع رصيده ل 12 نقطة، كمان خسارة النادي الأهلي من فيتا كلاب في الكونغو والتعادل مع شبيبة الثورة أكيد برضو بيها هيتأهل كوصيف، وفي حالة تعادل النادي الأهلي في مباراتين اللي جايين مع فيتا كلاب وشبيبة الثورة الجزائري فهيرفع النادي الأهلي رصيده ل 9 نقط، لكن هيتمنى إن هو يتعادل سيمبا في الماتشين اللي فاضلين له لأن الفريق التنزاني هيرفع برضو رصيده ل 8 نقط بس، يعني أقل من النادي الأهلي. شبيبة الثورة هيلعب مباراة على ملعبه لو حصل منها على 3 نقط هيرفع رصيده ل 8 نقط، وفي حالة خسارة النادي الأهلي من فيتا كلاب فهيتوقف رصيده عند 7 نقط قبل لقاء الجولة الأخيرة ضد الفريق الجزائري زي رصيد طبعا فيتا كلاب. فوز النادي الأهلي على شبيبة الثورة في مصر هيرفع رصيد النادي الأهلي ل 10 نقط، وقتها هيتمنى النادي الأهلي برضو إن يتعادل فيتا وسامبا وسيمبا عفوا عشان يتأهل في الصدارة بدون حسابات. انتصار فيتا كلوب على النادي الأهلي وبعد كده على سيمبا في الجولة الأخيرة هيرفع رصيد النادي الأهلي ل 10 نقط أو هيرفع رصيد الفريق ده ل 10 نقط زي النادي الأهلي وهيتأهلوا مع بعض، وهيكون تعادل النادي الأهلي برضو مع شبيبة الثورة، ده هيدي برضو بطاقة العبور للفريق الجزائري في حالة خسارة البطل للمسابقة من فيتا كلوب، لأن طبعا أحفاد الثورة الجزائرية وشبيبة الثورة الجزائرية هيرفعوا رصيدهم ل 9 نقط باعتبار إسقاط سيمبا في الجولة الخامسة. كمان هيبقى النادي الأهلي عنده نقطة أو النقطة الثامنة وهو الرصيد نفسه اللي بيملكه فيتا كلاب في حالة التعادل مع سيمبا، لكن فوز الفريق الكونغولي هيبعد النادي الأهلي من المباراة. تعادل سيمبا في مباراة والفوز في مباراة أخرى هيرفع رصيده ل 10 نقط زي النادي الأهلي في الحالة السابقة، لكن النادي الأهلي هيتفوق وقتها عفوا في المواجهات المباشرة.